بالنسبه للرواق اللي كنتواجدوا فيه اللحظه هو رواق خاص بشرطه عمل شرطه الحدود على مستوى النقاط الحدوديه اللي كتمثل في ثلاثه الانواع: نقاط حدوديه بريه، نقاط حدود جويه، ونقاط حدود ديال الموانئ. بالنسبه للزوار ديال هاد الرواق كنوريهم المراحل وكنبينوا لهم المراحل اللي كيمر منها المسافر مباشره بعد الدخول ديالو النقطه الحدوديه الى غايه المغادره، اللي هي كتمثل مباشره بعد الولوج بعد تسجيل الامتعه على مستوى الشركات النقله. كيجيو نقاط الكشف والتفتيش اللي هي كتمثل في نقاط مراقبه الاشخاص والامتعه ديالهم. الاشخاص اللي كيمروا من البوابات الالكترونيه الا كانوا كيحملوا شي مواد ممنوعه من ميتال او متفجرات او ما شابه كتشعرنا بها الاله وكيتم تفتيش وقائي للمسافر. بالنسبه للريون اكس اللي هي الاشعه الصينيه خاصه بمراقبه الامتعه، مباشره بعد هذا الاجراء الا كان المسافر في حاله كتسمح ليه باش يسافر ما عنده حتى شي مشكل بعد التفتيش الوقائي كيتوجه مباشره لمكان النقط ديال ختم الجوازات اللي قال ليه مباشره قاعه الاركان.